السلام عليكم. الحقيقة هناك خبر مهم جدا، خبر يحتاج إلى أن نتوقف أمامه، لأن الحقيقة لما تعرف مين صاحب هذا الخبر، يعني الخبر بينقل عن أن السلطات التركية بتلقي القبض على غادة نجيب. الحقيقة تقول لي وأنا إيه علاقتي بهذا الموضوع، وإيه يعني ما السلطات التركية تلقي القبض على غادة نجيب؟ تعال أقول لك، لما تعرف مين غادة نجيب هتحكم إزاي على هذا الخبر. الحقيقة أنا قلت لكم في فيديو سابق أن هناك حملات تشويه، يعني في بعض الصحفيين وبعض الهاربين بخارج مصر بيعملوا حاجة غريبة جدا، بيقوموا جايين على مقاطع فيديو بيقتصوا منها أجزاء، سواء المقاطع دي للرئيس أو لأشياء عامة في مصر. رقم 2، بعد ما يقتصوها بياخدوا سياق معين يحرفوا هذا السياق وبعدين يرسلوه إلى منظمات حقوقية في أوروبا تحديدا، وركز في أوروبا، أنا بتكلم هنا على ناس بتعمل ده وبتقول إحنا بنعمل ده علنا، وناس بتعمل ده من غير ما تقول. غادة نجيب من الناس اللي بتعمل ده من غير ما تقول. رقم 2، هي زوجة هشام عبد الله الإخواني الهارب، واللي موجود في تركيا، واللي بيصرخ من وقت القبض عليها يوم الاثنين اللي فات. داهمت الاستخبارات التركية منزل غادة نجيب وقامت بإلقاء القبض عليها. إيه أسباب القبض؟ الحقيقة لازم نعرف إنه غادة نجيب حولها 1000 علامة استفهام، لأنه الحقيقة هناك معلومات تشير إلى علاقة، يعني الاستخبارات التركية قبضت على غادة نجيب وهي النهاردة موجودة في سجن الأجانب في ملطية اللي بتبعد حوالي 1000 كيلومتر، موجودة في جنوب شرق تركيا أو في شرق تركيا، موجودة هناك لغاية ما يتم محاكمتها. المتوقع انه يتم ترحيل غادة نجيب في اقرب وقت، لكن الله اعلم هل هتقوم تركيا بترحيلها الى مصر ولا الى دولة اخرى. هناك ضغوط شديدة جدا من العناصر الاخوانية الموجودة في تركيا لمحاولة استعادة او محاولة الافراج عن غادة نجيب وعدم تركها لتركيا. مثلا عندك مجلس الجالية المصرية في تركيا بقيادة الاخواني الهارب، هو قيادي اخواني هارب اسمه عادل راشد، بيصدر بيان بيناشد فيه الرئيس التركي بالإفراج عن غادة نجيب، وقالوا إن ده لاعتبارات إنسانية. كمان المجلس أو رابطة الإعلاميين المصريين التابعة للإخوان نفسها بقيادة أحمد عبد العزيز، وده مستشار الرئيس محمد مرسي السابق، وده أيضا كان عمل بيان بيطالب بالإفراج عن غادة نجيب. لكن أنت بتتكلم على تهمة بتمس الأمن القومي لتركيا. موقع العربية بيقول لك ان التهمة موجهة لغادة نجيب، بيقول لك بالنص كده تم احتجاز غادة نجيب في سجن الاجانب تمهيدا لاحالتها للمحاكمة وترحيلها بعد ذلك، ويرجع لكونها متهمة بقضية تمس الامن القومي التركي. الحقيقة كمان هناك علامات استفهام حول غادة نجيب. طبعا انا بتكلم على انها صاحبة جنسية تركية، اتولدت سنة 1972 وحصلت على الجنسية المصرية سنة 1999، وحصولها على الجنسية المصرية لزواجها من الممثل المصري هشام عبد الله، سقطت عنها الجنسية المصرية في سنة 2020 بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كمان حكم عليها في سنة 2019 بالسجن 5 سنين من محكمة جنايات الجيزة، هي وزوجها في القضية رقم 1200 أو 1102 لسنة 2017، يعني هي على قوائم الانتظار من سنة حوالي 2016. النائب العام السابق كان مترقب وصولها ووضعها على القوائم، يعني أنت بتتكلم على شخصية عليها لغط وعلامات استفهام كبيرة، وكانت من المطلوبين لدى الحكومة المصرية، وكانت على ملفات المتداولة للنقاش بين مصر وتركيا لعودة العلاقات والتطبيع بين البلدين. الحقيقة زي ما بقول لك، هشام بيصرخ، هشام عبد الله بيصرخ لأنه زوجته بيقول إنها اعتقلت بدون وجه حق وبشكل همجي وبشكل وحشي من قبل المخابرات التركية. الحقيقة عايز أقول لك كمان إنه غادة نجيب فيها مشكلة أكبر وأكبر. غادة نجيب زي ما قلت لك، موقع العربية بيكشف عنها معلومات خطيرة جدا. بيقول لك إيه الموقع؟ بيقول لك إن غادة في شكوك حول انتمائها او حول صلتها بمنظمات اجنبيه، وقالت انه هذه المنظمات خارج تركيا. كمان شكوك حول نشر معلومات كاذبه عن مصر والسلطات المصريه، وده
كان من ضمن الأسباب اللي ألقت بشأنها السلطات التركية أو المخابرات التركية القبض على غادة نجيب. خد عندك كمان غادة نجيب على علاقة بمين؟ غادة نجيب على علاقة بأريان لافريلو، ودي صحفية فرنسية تم القبض عليها خلال الشهر الماضي أيضا في موضوع متعلق بمصر. الحقيقة الموضوع فيه ألغاز كتيرة جدا بنحاول نحلها مع حضراتكم، لكن هتجد كل الاتجاهات متجهة نحو مصر، سواء في علاقتها بأريان أو في علاقتها بالفيديوهات اللي بتقطعها وتبعتها لمنظمات حقوقية لتقليب أوروبا وإثارة أوروبا على مصر. وده اللي بيحصل النهاردة، اللي بيحصل من البرلمان الأوروبي، بيتبعت لهم الشغل اللي موجود هنا، بيتبعت لهم الكلام على الشهر العقاري، وبيتبعت لهم المحاولات واللي بيحصل هنا على الصعيد الداخلي. فعايز اقول لك انه أريان لافريلو دي مشكلة لوحدها. أريان تم القبض عليها الشهر الماضي في تحقيقات مستمرة من سنة 2022 من منتصف السنة بسبب تقرير استقصائي لموقع ديسكلوز. التقرير نشر سنة 2021 والتقرير كان له علاقة بمصر. التقرير اللي عملته أريان واللي أيضا ليها علاقة بغادة نجيب، زي ما بقولك الموضوع مشبك، بيقول إيه؟ بيقول إن أنت عندك عملية اسمها سيرلي. العملية دي تمت في الفترة من 2016 لغاية 2018، مصر استعانت فيها بالمخابرات العسكرية الفرنسية لرصد وتتبع العناصر اللي بتعدي الحدود ما بين مصر وليبيا في سنة كام؟ 2016. كانت لسه مصر بتبنى من حيث الدفاع، من حيث الجيش، من حيث حرس الحدود في المنطقة الغربية. فقال لك أريان قامت داخلة وعاملة تقرير في ديسكلوز اللي بيدافع عنها النهاردة، بيقول لك ان التقرير بيثير او بيتحدث على انه العمليات بدل ما توجه لعناصر إرهابية بتعدي الحدود وتنقل السلاح الى المنطقة الشرقية في سيناء. انا بنقل لك الموضوع من النص الامامي، مش بنقل لك وجهة نظري. فالموضوع بيقول لك انها السلطات المصرية او القوات المسلحة المصرية ضربت مدنيين. هم بيقصدوا هنا بالمدنيين مش مدنيين في منازل، لا، هم بيعتبروا المهربين مدنيين، لانه كانت في صور بترصد. الصور كانت بترصد لضرب اهداف عبارة عن سيارات الدفع الرباعي بتعبر الحدود المصرية الليبية. كمان التقرير بيقولك ان حصل 19 عملية قصف للمدنيين اللي هم المهربين، لكن هم بيعتبروهم مدنيين. حصل 19 عملية قصف من 2016 ل 2018، وبالتالي دي عملية ساعدت فيها المخابرات الفرنسية مصر لانها تنهج هذا النهج مع التوجه بتأمين الحدود الغربية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر. طبعا فرنسا قامت بالقبض على أريان. خد بالك التحقيقات زي ما بقولك بقالها أكتر من سنة. رقم 2، اتهامات بقى بنشر أخبار كاذبة ومضللة، وكمان اتهامات بأنها أخبار بتمس الأمن القومي الفرنسي، وكمان بتمس ذكر لي يعني عدد الجنود المشاركين في عملية ما، وأسرار عسكرية أفصحت عنها أريان. وطبعا مين أريان؟ زي ما بقولك هي الصحفية اللي ليها علاقة بغادة نجيب. غادة نجيب النهاردة كانت بتعتبر من سنة 2021، حضراتكم تفتكروا التقارب المصري التركي بنتكلم على حوالي سنتين، وفي سنة 21 أرسلت ليها السلطات التركية تحذير، وركز في المعلومة دي، حذرتها من نشر مواقع أو من نشر معلومات تسيء لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن غادة نجيب استمرت وظلت تنشر أخبار مضللة وكاذبة عن مصر رغم زي ما قلت لك تحذير السلطات التركية المختصة. طبعا هشام عبد الله زوجها كان تم القبض عليه وبعدين حصل الإفراج عنه، وده أيضا كان في ضمن موجة إغلاق القنوات وإيقاف بثها زي قناة الشرق وقناة مكملين. اللي بيحصل، هل ده يعتبر تقارب، مزيد من التقارب بين مصر وتركيا، خاصة في ظل ان هناك افتتاح للقنصلية المصرية في اسطنبول، وايضا العكس او في انقرة، معرفش في اسطنبول ولا في انقرة، وايضا تبادل السفراء ما بين الدولتين. هل ده بيعتبر خطوة نحو تمهيد تسليم مزيد من الاخوان في تركيا؟ الدعوات والنداءات اللي بيعملوها معناها انهم عندهم خوف شديد جدا من مصيرهم ومستقبلهم، لانه ممكن يحصل ده معاهم زي ما حصل مع غادة نجيب. غادة نجيب مش بس كانت بتقطع فيديوهات، دي كانت بتترجمها للغات عديدة، تأخذ مقطع للرئيس تقطع منه دقيقة
تترجمه وتحرف فيه يمين وشمال وبعدين تبعته للدولة المستهدفة باللغة، صاحبة اللغة اللي هي مترجماها. ولو تلاحظ زي ما قلت لك اللي حصل في البرلمان الأوروبي كان له أسباب، من ضمنها موجات عمالة ترسل ليهم مقاطع مشوهة، وللأسف البرلمانيين الأوروبيين بيعتمدوا على كلام المنظمات الحقوقية اللي بيكون كلام كتير من يعني من اللي بيصل لها كلام غير صحيح. ربنا يحفظ مصر، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.